مساء الخير. برغم انتشار المراكز التجارية الكبيرة في الجزائر، إلا أنها لم تعد تكفي الجزائريين من أجل التبضع. لاحظوا معي تلك الزحمة الموجودة عند نهاية كل أسبوع بمولات الجزائر، لاحظوها بباب الزوار، لاحظوها بفضاء أرديس، بمول سطيف، أو حتى بمولات وهران. لماذا بنينا وشيدنا مراكز تجارية كبرى لكنها في أحسن الأحوال إن كانت مفتوحة بعضها فاشل؟ لماذا يحدث هذا مع المراكز التجارية في الجزائر المشيدة والمتروكة للفراغ والأشباح؟ الإجابة على هذا الموضوع في هذا العدد الجديد من القصة وما فيها، نتابعه ثم نعود. ثمانينات القرن الماضي، تدعو الجزائر إلى إنشاء فضاءات تجارية في مواقع استراتيجية تضع بين أيدي الجزائريين سلعا ومواد مصنعة محليا ومعروضة بأسعار معقولة. هذه الفضاءات سميت بأسواق الفلاح. نمط الاستهلاك كان بسيطا، بساطة ظروف عيش الجزائريين آنذاك. لكن مع مرور الوقت اختفت هذه الأسواق. النمو الديمغرافي ازداد بشكل مضطرد. أسلوب العيش لدى العائلات الجزائرية تغير مقارنة بالسنوات الفائتة، فبدأ يظهر نمط جديد من الفضاءات التجارية ذات المعايير الدولية لإنشاء لؤلؤة تجارية سميت في عهد الشاذلي بن جديد مركز الفنون رياض الفتح. كان لإنشاء رياض الفتح عام 86 مهمة ثقافية واجتماعية واقتصادية بضمه دورا للعروض والسينما ومتاحف تجمع شتات الذاكرة وتؤرخ للجزائر. إلا أنه سرعان ما أفل نجمه في السماء التجارية ليتحول إلى مركز مهجور بعدما كان مزارا تجاريا عاصميا من كل أصقاع البلاد. نحن في بداية الألفية الثالثة. السلطات تريد إعادة هيبة الجزائر بعد عشرية أتت على الأخضر واليابس ونفرت السائح والمستثمر الأجنبي وجعلت التجارة تسبح في مستنقع الفوضى العارمة. انعدام المرافق التجارية بمقاييس عالمية مع بدء ارتفاع منسوب البحبوحة المالية دفع الحكومة إلى التفكير في فتح الباب أمام رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار في هذا المجال. كان الانفتاح على الغرب والانفتاح على ايضا على العالم العربي فيما يخص الاستثمار العقاري، لانه ايضا هناك معيار يعتمد بالنسبه الى الهيئات الاقتصاديه الدوليه لتصنيف الدول من ناحيه النمو من ناحيه التقدم. ليس بعيدا عن وسط العاصمه الجزائريه الشراقة، على أعليها يتربع مركز تجاري ضخم شيد بداية الألفينات ويرى من كل الجهات. رغم عدم إجماع خبراء الهندسة على حسن موقعه، استلهم منجزو هذا الصرح فكرة بنائه من رمزية دينية يقدسها الجزائريون، فأطلقوا عليه اسم القدس. شراقة هي مدينة صغيرة، كانت أثناء بناء هذا المركز هي كانت تعاني أيضا مشكلة طبيعة العقار. هي عبارة عن طبيعة عقار فلاحي، ونوعا ما هي عبارة عن سكنات فردية، يعني لم تكن اختيار الموقع كان سيء جدا حتى من ناحية العمارة. صوره الناس عبارة عن كتلة إسمنتية التي لم تعطي تكامل بين الوسط المبني فيه، يعني لا يوجد تكامل معماري بين هذا الوسط أو إضافة معمارية جمالية للإطار المبني والإطار المعيشي لمواطني وساكني شراقة. بناية شاهقة وجميلة سنرج داخلها لعلها تعكس رونقها الخارجي.
تدخل القدس. كلام دامس، حركية ضعيفة، محلات كثيرة مغلقة، ووضعية كارثية. التجول بداخل المركز التجاري هذا يبعث على الحيرة، كأنه مركز تجاري للأشباح. لمعرفة خلفية هذا الوضع نقصد إدارة المركز. إنه يحيى وهابي، يقوم بإدارة شؤون مركز القدس منذ عامين. المبنى تاع القدس هذا بناه البروموتور موبيلي شركة الدار الدولية سيدار، اللي كمل الأشغال يعني تقريبا في سنة 2008، وباع الأملاك على المخططات في ذاك الوقت، وسير المبنى هذا حتى لسنة 2011. سنة 2011 يعني انسحب تلقائيا. نصعد رفقة يحيى وهابي إلى الطابق 22. من هذا العلو يكشف الرجل عن أول سر من الأسرار السوداء لقدس الشراقة. لي سيستم دو سيكوريتي كي لافي، إلافي دي دي زيرور كبار. هذا محل. كاين لو سيستم دو ديزونفيماج اللي يخرج لافيمي. Nous allons voir ملهيك باللي لو ديزون في هنا رانا في ليطاج نيميرو 22 الا كان هو يا ان فو اي دو لا فومي في ليطاج 8 لا فومي هذيك راح تخرج لهنا عند المحل هذا تخرج له عنده من المفروض هذا مطعم في العقد عنده مطعم من التوصيات نتاع الحمايه المدنيه انه ما ينجمش يكون قاعة حفلات ولا مطعم ولا حاجه اللي تجيب لو بوبليك في لي زيتاج سوبيريور، ممنوع، لازم يكونوا في الطوابق الارضيه. كيف راح يدير هذا مول شراء على اساس انه مطعم في العقد عنده انه مطعم؟ هو مشكل، مشكل كبير. هذو كاع المشاكل لازم نحلهم، المرقي العقاري هو اللي يحلهم، لانه هو اللي منجز هذا، هو اللي تسبب فيهم غلطات. حتى نظام التكييف قديم ولا ينطبق مع مواصفات التكييف اللازمة. même le système de climatisation il est pas bon il est mauvais. علاش؟ parce que c'est un vieux système qui est défaut. هو مشاها في جبل ربي في 2009 مشاها مرة نهار اللي مشات pendant أسبوع يعني tous les tuyaux ont éclaté parce que ما كانوش في المواصفات اللي لازم يكونوا فيهم. جاء رقع فيها يعني شويه من ذاك العام، ما زدتش حاليا ما كاش ما كاش لا كليماتيزون. كل واحد اللي يحب لا كليماتيزون في سا بروب كليماتيزون. هذه الصور تؤكد ان نسبه هامه من مشروع المركز التجاري القدس لا يزال قيد الانجاز. ننزل الى الطابق السفلي، الطابق الاكثر حركيه اذا ما قورن بالطوابق الاخرى. كاين الناس كي سون بلوز اكتيف، الناس اللي تخدم جيبها والله ربنا راهم مع جيبها المال الخاص بورفو كو هوروزمون باسكو سي افي با دي جون هادوما اللي بيهم الواحد يدير الكوراج كنا بالك نبيع ولا نغلقوا نروحوا نضرب واحد اخر. او كاين محل اللي هيك مفتوح هنا مغلوقين سي اجونس دو فواياج. هادو سي دي مون تشارج. يا دي جون كي اكتيف كومون بالكوراج. ياسمين واحدة ممن استأجروا محلات هنا. ما
مطعم صغير وزبائن قليلون. رغم ذلك تحاول تلبية طلبات زبائنها. محلها المؤجر هذا لا يحوز على شهادة المطابقة، الشهادة التي تؤكد على حفظ وسلامة التاجر وزبائنه. نجيب الماكلة من الدار ونبيعها هنايا، نتعب اكثر من اللي نطيب هنايا. لو كان عندي لا كونفيرميتي، انا نلحق للكليون واش يحب، انا تخلص لي المرميطه اللي نجيبها سي بون. الكليون كيجي يقول لي مادام عطيني ناكل، نقول له خلصت لي. بسبب واش؟ سبب ما عنديش لا كونفيرميتي باش نجيب ندير الغاز ولا نطيب ولا. هذا هو البروبليم اللي عندي. وجودنا بالقدس تزامن وموعد اجتماع مجموعه من ملاك المحلات بداخل المركز. إنهم يناقشون المشاكل المطروحة على مستوى المركز التجاري. نجلس إليهم لنحاول معرفة روايتهم. بسرت في الكونفورميتي، هو يعني راه مشلل شوية الحركة نتاع السنتر هذا. وسرت في الكونفورميتي هذا يرولاف دو لا كومبيتونس دو بروموتور. لوجيكمون اللي هو سيت انسومبل اللي هو سي دار. الناس راهي شارية هنا ما عنده لا ليفري فونسي، ما عنده كونفورميتي، ما عنده والو، ما عنده بقعة. في مكان ممتاز، في مكان اقتصادي ذو قيمه شرعيه كبيره، ولكن هذاك الاستثمار والدراهم اللي انفيستيها في المضرب هذاك ما يجيبوا له في والو. تصور مرقي عقاري جا كمستثمر عربي رحبت به الدوله الجزائريه، اعطته امتيازات خاصه، ياخذ المرقي العقاري يدير الانجاز ثم يخالف القوانين تاع الدوله. وشكون اللي راه دروك هاتيك اللي راه يعني انسان اللي راه كاسب في الما في 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 القضيه التجاريه هذه؟ سي البروموتور، باسكو بروموتور اجنبي غادي يهز حوايجه ويروح. كان يمكن لمركز القدس التجاري ان يدر اكثر من 60 مليار سنتيم على خزينه البلديه، فهل تعي بلديه شراقة ذلك؟ لا حياه لمن تنادي في ذلك اليوم ببلديه شراقة. وشنو؟ أبوجي موسى أين مرة نفتح؟ ما كاش نفتح مع الدور، هم عند الناقة ولا الفوق. سي يحيى، نعرفوا أنه القدس عرف قبل 3 سنوات أو 4 سنوات أو أكثر عملية مداهمة للرجال الأمن هنا، لأنه كان تقريبا وكر الدعارة. يعني بعد 3 سنوات أو بعد هذه المداهمة هذه، وأنتم كمسؤولين الأولين حاليا في إدارة هذا المركز، كيفاش راهي تصير الأمور؟ هذاك هو الشيء لو بلوز امبورطون كي نوزا انسيتي حنا أوتون كو بروبريتير ا بروندر لي شوز اون مان. باسكو لا اون نوبلي با كي ا دي ستوديو سي دي ابارتيمون براتيكمون لي جون اي فيفون فامي. اوكي الناس عندهم مكاتب محترمة انترناسيونال، مكاتب اللي عندها سمعة sur le marché national. Donc c'est pour ça que nous avons décidé à combattre ce fléau et nous l'avons fait. Et alhamdoulillah, nous avons trouvé l'aide de la sûreté de Chraga et nous avons fait ce fléau. Salam alaikum, ça va, ça va, la base bien, ça va, la base bien. Qu'est-ce que tu as fait? محمد بغدادي مسؤول الأمن بهذا الصرح التجاري المهمل، يتفقد يوميا الحالة الأمنية العامة بالمركز. الحالة تاع الأمن على مستوى المركز التجاري، الحالة راهي عادية، لاباس، الناس تدخل تخرج لاباس بها. عندنا ثاني رانا كورديناسيون مع لي سيرفيس سيكوريتي، كاين الشرطه هنا اش 24 داخلين خارجين، في اي وقت نعيطوا لهم يجوا. الحمايه المدنيه كاش حاجه، كاش واحد طاح، كاش واحد كذا. في النظره الاولى كي اي واحد يدخل يسيب هكذا باغ اكزومبل الحوانت مغلوقين يرتاب يخاف، بصح هي ما كان والو، هذو الناس مالين الحوانت هما غالقينهم. هذا هي الامن كاين في اي طابق، كاين اعوان تاع الامن وكاين التليفون، في اي عفسه ولا يشوفوها يعيطوا لنا نكونوا عندهم. على كل حال احنا في الوقت الحالي ما كان حتى مشكل، رانا يعني 24 ساعه على 24 ساعه واقفين على الامن هذا المركز التجاري. مجهودات محمد وفرقته الامنيه تبقى غير كافيه لاسترجاع هذا الصرح التجاري لمصداقيته لدى الزبائن.
الملفات والأوراق الكثيرة الموجودة على مكتب هذا تخص تسيير المراكز التجارية الفاشلة في بلادنا. الموضوع حساس جداً ويستدعي التحري وتقصي حقائق هذه الفضاءات التجارية التي فشلت فشلاً ذريعاً بدقة عالية. القدس ليس المركز التجاري الوحيد المهمل بهذه الطريقة. نحن في شرق العاصمة. جمالية هذه البناية تسر الناظرين. إنه مول المحمدية. ما إن تطأ قدماك الداخل إلا وتقابلك هذه العتمة. مركز تجاري دون كهرباء. المصاعد متوقفة منذ أكثر من شهرين. أما المحلات فحدث ولا حرج. إنه كساد تجاري على طول الخط. ملكو المحلات يتهمون المرقي العقاري بالانسحاب من تسيير المركز دون سابق إنذار. المشكل الأساسي لو موجود حاليا في المركز التجاري هذا هو مشكل تاع بداية التسيير تاع المرقي العقاري. في 10 جوان 2015 بدأت القصة، جات من مجموعة من الملاك جمعتهم هنايا ودارت أسومبلي وقالت بدأت التسيير تاعها، ناهيك أنه مازال من ما كملش لي طرابو تاعها. نصعد رفقة عدنان وملاك آخرين إلى الطوابق العليا. فجأة يظهر أن المشكلة أعمق من ذلك. الملاك أنفسهم مختلفون، والمرقي العقاري باع بما يخالف التشريع الأجزاء المشتركة. لي زيطاج كل من الفوق من تحت كان 33 بارتي كومين اللي باعتهم سيدا، والناس اللي شراو لي طوالات غالطين، وسيدا اللي كيبعت لهم غلطة. واش راهم دوك هادي بيرو؟ دوك بيرو، هذا بيرو حتى من الناحية القانونية ما يلقش بيرو، باسكو فيه قداش متر كاري؟ 6 متر كاري. ودا الطاقة منا هذو طيب الناس اللي جاوا عند سي دار لا أما خير تكون طوالات، سامحني ما غتزحني غلطت في الناس، أما خير لي طوالات نهار كامل يجيو حاجاك الأخوة ليونطاسيون يجيو اللي يضربوا تشكك واللي يجيو ديكوب داخل، أما خير هذه ولا هذه منقية خير؟ قول لي هذا باعوها بالقانون، باعوها بأو دي دي كاين أو دي دي ما يغلطوكش يا حبيبي. الناس اللي يجيو عند لاكاز نوص لهنا دوك يعني تحصل على بها على بها ما مشاش يخلطوا في الناس، على بها ما مشاش يخلطوا في الناس. انت باسكك شريت؟ لا انا شريتها بالقانون، شريتها بالقانون. روح شري هذا مال، روح شري هذا، روح يا اخي عندك يا اخي عندك هالطول ورضه، روح شري، روح دير فيها كوميرس ولا دير فيها لي طواليت، ما تقدرش. خاطر هذا ما راهوش في الديدي، اما هذا فيه في الديدي يا حبيبي، هذا بالقانون تندع. هم يخلطوا، هما ما يخلطوا. قبل مباشرتنا لهذا التحقيق كانت الجزائرية وان قد أنجزت تقريرا لنشرة الأخبار حول وضعية مول المحمدية. شهد روبورتاج النشرة تفاعلا كبيرا عبر صفحة قناتنا على الفيسبوك. بعد أقل من 10 أيام عدنا إلى نفس المكان لنجده على هذه الحال. يبدو أن الروبورتاج حرك الشركة المنجزة ما جعلها تقوم بتسديد فاتورة الكهرباء التي فاقت المليوني دينار. بعد الضغوطات بما فيهم الإعلام تاعكم، بما فيهم الإعلام، بعد الضغوطات ما خلصتش بها حبنا، حبها فينا، فهم؟ لو كان عينها حبها فينا كانت تخلصها من قبل، ما تخليهاش مرتين وهي تتقص الكهرباء وتقعد مدة شهر أو زيادة من شهر. رغم ذلك يبقى الإشكال عويصا، شهادة المطابقة تعود إلى الواجهة هنا أيضا. شريت على أساس مطعم، أكيد قدمت الملف تاعي لا دائرة، قال لك بلي هذا المركز هذا يفتقد إلى شهادة المطابقة. السيد دردوري واحد من الملاك المتضررين كثيرا من وضعية هذا المركز. حبسنا كوز دي بروبليم، هذا دار فيلتراسيون دو ça parce que harguna des équipements de valeur des serveurs t'es obligé les ingénieurs اللي خدموا معايا لهنا و certains serveurs
بالونسيهم اير عند واحد صديق بور مومون بيخدموا عنده اون اتوندون كوريغ لي بروبليم لهنا. هذا باسكو الماء كيطيح من الفوق من ذاك يهبط لهنا ومن هنا يمشي لي لوكو ميتوايا من البلافون باسكو يا ان جوان دو ديلاتاسيون موفاز ايتونشيتي او نيفو دو لا تيراس دونك انا لهنا ني في لو سيتيام والماء يهبط من 11 براتيكومون حتى الريتشوسي. شوف لهناك شوف الماء كيفاش فز شوف فوالا باسكو يتسرب الماء يتسرب الماء ويفز دوك باسكو لي كابل الكتريك كل راهم لهنا لي شومان دو كابل تحت الفو بلافون هذا دونك يا اي بليزيور كور سيركوي هوروزمون كو لي ديزجونكتور سون دو بون كاليتي يل ديزجونك سينو اون بو باسي ان انسوندي سادير من لينونداسيون ان انسوندي الباتيمون كل يتحرك. وي تفضلوا شوفوا السهل لان ثاني نفس الشيء راك تشوف الماء كيفاش راهي تسرب. شوف شوف لي ديغا اللي دارت هذه سي لا سال دي سيرفور لهنا تشوف لهنا مالوريزمون لهنا عندي دو سيرفور تحرقوا خرج منهم الدخان كاريمون تحرقوا باسكو تشوف لا هوت تونسيون شوف لا هوت تونسيون سي انكومباتيبل افيك لو طفي لام علاش باش ما يتحرقوش راح تشوف الماء ثاني يدخل منه ما يدخل منه هي ان كوندويت شوف شوف لي تراس تاعو في الحيط شوف تشوف هنا في الوضعيه هذه تخليك ما تقدرش تخدم ديموراليزيك يعني ما تخدمش واش راه ندير درك انا المهم باني نعمل مع الجمعيه وزدت راسلت البروموتور ودروك لو كان ما تاخذش الاجراءات باش يحل المشكل يعني نهائيا ما يجيش غير يصلح لي انا باسكو يصلح لي ومن بعد تزيد بعد شهر ولا شهرين كي اللي ما دار والو نروح للعداله. المحامي وليد رحموني يدخل مكتبه المتواجد بالطابق الثاني كل صباح. هو نائب رئيس جمعية المالكين بهذا المركز. الوالد تاعي انا هو اللي شرى لهنايا عندها دوكا تقريبا 7 ولا 8 سنوات كي كانوا يبيعوا اون فونت سور بلون عادي تقدمنا عند المرقي العقاري شرينا بطريقه قانونيه مشينا عند الموثق نقلوا لنا الملكيه كان على اساس انه يوجد في 2012 ومن بعد 2013 ومن بعد 2014 حتى 2015 استلمنا الاستلام المؤقت بالعيوب اللي كنتوا تشوفوا فيها التي لا تعد ولا تحصى. قانونيا يؤكد وليد عدم شرعية انسحاب المرقي العقاري من تسيير المركز. كيفاش انت ما عندكش المطابقة وتقول لي بديت تسير؟ كيفاش انت ما قدمتش للناس نظام الملكية المشتركة اللي يحدد الأجزاء المشتركة من الأجزاء الخاصة وتقول لي بديت تسير؟ كيفاش انت تبدا تسير وانت لي طرافو ما خلصوش؟ كيفاش انت تبدا تسير ولا كلوتور ما كانش؟ كيفاش انت الى غير وانت كيفاش انت تبدا تسير وانت ما بعتش آخر جزء؟ كيفاش انت تبدا تسير والناس ما عندهاش العقود؟ باش يقدر واحد يكون مالك لازم عنده شهادة نقل الملكية محررة عند موثق. تركنا مولى المحمدية لنقصد حي سيدي يحيى ببئر مراد رايس. الحي الراقي كما يوصف. التجارة هنا نشيطة ليلا ونهارا. أي عاقل لا يمكنه تخيل وجود فضاء تجاري غير نشيط بهذا الحي. خطواتنا تقودنا إلى مركز زمزم التجاري. نحن في نهاية الأسبوع، الساعة تشير إلى 11:15 صباحاً، زمزم خال على عروشه. الظلام الدامس هنا يضطرنا لاستعمال الضوء لنكتشف هذه الخردة.
نسيمة مستأجرة لمكتب هنا، تشرح بكثير من الحسرة وضعية مركز زمزم التجاري. لي سونت كوميرسيال في لو موند اونتي نهضروا برك على جيراننا، ما كان نهضروا على المغرب، تونس، ليبيا، كذا، واسمو كاين يمشي غير حنا في الجزائر تلقى سونت كوميرسيال ميت، يدوروا فيه غير الكطوطابر. هذا ما كان. شكون المتسبب الرئيسي في هذه الحاله؟ شوف نقول لك حاجه، هي شوف البلديه مسؤوله، لي زامبو مسؤولين، لوجيست كوميرس مسؤول، كيما نقولوا الهيئات المعنيه كاع مسؤوله. لو كان جات البلديه تخدم خدمتها نورمالمون، هذا البيدجي اللي تعطيه الولايه كل عام للبلديه تعطي لها شافة 30 ولا 40 ولا 50 مليون باش نصيبها. لا لا ما تعطيلوش بيجي خو، خليه هو رئيس البلديه ولا الخدامين تاعو يخرج لبرا يجيب هو الدراهم. ليس بعيدا عن المركز التجاري زمزم يقع فضاء اخر تجاري سكني، انه الصفا والمروه، محلاته مغلقة كما تشاهدون. من قدس شراقة إلى مول المحمدية وصولا إلى زمزم بسيدي يحيى، الحال واحد. قيل لنا بأن المرقي العقاري صاحب هذه المشاريع يحوز مشروعا آخر بوهران. نتنقل إلى عاصمة الغرب الجزائري، نقصد منطقة قرقيطة. هنا يوجد مشروع مركز تجاري ضخم. عدم السماح لنا بالتصوير دفعنا لاستعمال الفلسة في ذلك. ما بال كل هذه المشاريع لا تحوز على شهادة المطابقة؟ فهذا الصرح لا يحوز هو الآخر على تلك الشهادة. المشروع اختير له منطقة ذات رمزية تاريخية، إنها قرقيطة. الاسم مستوحى من معركة الأمير عبد القادر ضد المستدمر الفرنسي منتصف العام 1832، إنها معركة خنق النطاح. وهذا كان معلم تاريخي، معركة خرق النطاح، بلاك تعرفها. كان نورمامو معلم تاريخي، هذا يقعد معلم تاريخي، ما يبنوش سونت كوميرسيال هنا، نورمامو يقعد معلم تاريخي، الناس تجي تشوفاه وتحوس. راه صافي 10 هكا قاعدين غير يبنوا فيه، صار لهم ديجا بروبليم تاع واد، قال لك جابون منا رايحين زعما ديفيو الواد، ديفيو الواد صح بناوه، اون فان كونت هذا راه كيما راك تشوف فيه، راه مبني وقاعد. انا ولاد كارتي، انا نسكنوا هنا، انا كنا كي نوقفوا هنايا فرونز مير منا تشوفها البحر، بحر يبالك بابور يجي داخل تشوفه، قالوا لنا هذا ما نشوفه والو صاحبي. كاين عائلات ساكنين مرة وراه والله ما تلحقهم الشمس. وبيريديتيد اللي داروا هاد ليتيد هذا قبلوه بناوه هكا 14 ايطاج ولا 15 ايطاج دون زان ليو كيما هكا، باسكو هذه هنايا بكري لي زونسيا يقول لك هذا كان واد منا، هذا وادي يقول لك واد الروينه في وهران يعرفوا لي زونسيا، يقول لك هود الواد هذا يضرب حتى لبور. دروك انت تبني في وسط الواد 14 ايطاج كيما هكا كاتاستروف.
بحثنا وسطا غربا وحتى شرقا، لم نجد مشروعا استثماريا تجاريا ناجحا لشركة أجنبية تدعى الدار الدولية سيدا. بحثنا عن الشركة عبر الأنترنت. موقع سيطار الإلكتروني يشير إلى أنها مملوكة لأحد عشر رجل أعمال عربي من السعودية وفلسطين والأردن. نقصد منطقة دال إبراهيم بالعاصمة. بهذا الحي يقع مقر شركة سيطار. ندخل المقر. في غياب المدير العام أيمن دويك يستقبلنا مساعده السيد مبرك رفقة بعض العاملين بالشركة. سيدار تؤكد أن عدم نجاح مشاريعها التجارية سببه الأساسي عقليات بعيدة عن هذا النمط من الفضاءات التجارية. هو استنبروموتر يبيع واش حب، قالك أنا ما نسيرش. قالك انا ما سيرش، انا ما جيت نخدم نبني ونبيع، ما سيرش دوك يبقى حنايا وكونطر، احنا لازم نتسيروا مع العقليه الجديده هذه. طيب الملاك تاع المول المحمديه مثلا راهم يقولوا انه قانونيا من غير ممكن انكم انتم كشركه سيدار تنسحبوا من تسيير ذلك المركز بحكم انه كامل الاجزاء غير مباع، معناتها ما بعتوش اخر جزء داخل المركز هذا. 2015 انتهت الاشغال 100%. إذا كانت هذه الأشغال 100% معناتها كلها سلمت 100% إلا المرآب الباركينغ خلوه بطبيعة الحال للزوار. هذا هو إحنا من في القانون الجريدة الرسمية هي موجودة لهنايا، قانون 2014 يقول أنه من واجب المرقي العقاري أنه يسير المركز لمدة سنتين بعد انعقاد الجمعية الأولى للتسيير. الجمعية الأولى للتسيير تندارت في 16 جوان 2015. هاو لك المحضر. أنا باش نتكلم على الجمعية العامة لابد الجمعية العامة يكون فيها استدعاء الملك بالطريقة القانونية، والطريقة القانونية فيها هي عن طريقين، يا إما بإرسال رسالة عن طريق البريد يعني ما يسمى معناتها افيك اكوزي دي ريسيبسيون، هذه وحده، او عن طريق سجل ممضى عليه. هو في كلتا الحالتين ما دارهاش. شوف التناقض تاع المرقي العقاري هذايا، احنا خلينا نكونوا قانونيين. القانون هو دار جمعيه عامه داكور في جوان 2015، مع العلم انه في جوان 2015 اغلبيه الملاك لهنايا ما عندهمش عقود، مازال ما نقلوا لهمش الملكيه، ما باعوش اخر جزء، ما كملوش الاشغال، ما عندهم شهاده المطابقه، ما كانش الى غير ذلك من المشاكل، ما سلموناش نظام الملكيه. كيف انت تبدا تسير وانت ما سلمتش نظام الملكيه المشتركه؟ يا اخي نظام الملكيه المشتركه هو اللي راح يحدد الاجزاء العامه من الاجزاء الخاصه. المرقي العقاري ملزم بتسيير الفتره انتقاليه تسري من تاريخ بيع المرقي العقاري لآخر قطعة، بيقول آخر لو. المشكل اللي يطرح أنه ما نقدروش نعرفه المرقي العقاري باع كل الحصص اللي عنده ولا ما باعش كل الحصص. سيمبرك، الناس هاي تقول بلي ما عندهم شهادة مطابقة في مول المحمدية. شهادة مطابقة نوريها لك. هاي شهادة مطابقة وهاي شهادة مطابقة، ندير لك دي كوبي هاي لك. شهادة المطابقة تحصل عليها في 15 ديسمبر 2016، هذه شهادة المطابقة. المشكل مروش هنا، كي تقدمنا للسلطات المعنية يعني الدائرة الإدارية للدار البيضاء تقدمنا بهذه شهادة المطابقة من أجل يعني طالب يعني فتح المطاعم والمهن هذه المقننة، لقينا يعني بالرفض.
واجهنا مساعد مدير عام سيدار بهذه الإرسالية. المديرية العامة للحماية المدنية راسلت شركة سيدار كذا مرة لتعلمها بعدم خضوع بناية المركز التجاري القدس لمعايير السلامة. وآخر مراسلة تلقتها سيدار بهذا الخصوص كانت في 8 جانفي 2018. شوف كما القدس باش نتفهمه، كان القدس روح لك أبعد ميدالك القدس، وكان زادك واحد آخر كان زمزم ثاني. هادو راهم مسيرين من طرف الجمعيات تاعهم هما، وهما دوك حكموا لوريلي راهم يسيروا في الجم... راهم يسيروا في المراكز، فبالتالي ما طالبنيش انا باش نزيد نخدم لك حاجه اكثر من ذلك. لو بلو دونجورو سي سي لا بروتيكسيون دي بيرسون كونتر لو فو لو ديزونفيماج. Il nous est arrivé d'avoir deux petits feux là, alhamdoulillah rabbi star, ولكن كان صعيب باش يتحكموا في الحريق هذا، لانه لو سيستم دو ديتيكتور دو فومي ان با فونكسيوني. السيد مبرك يعود ليتراجع عن لهجته الحاده. احنا ملف كامل بعثناه للولايه في الولايه باش يعودوا عن طريق الحمايه المدنيه يديروا التجارب تاعهم ويخدموا، طلبوا منا حتى انجاز بعض لي بورتا دو كوب فو وبدينا نخدموا فيهم. بعد حبست ما على باليش من في حبست. القانون ينص على عدم جواز أن تكون الأجزاء المشتركة والحقوق التابعة لها محلا للقسمة بين الملاك أو أن تكون محل بيع. ماشي أجزاء مشتركة، قلت لك لو دي دي فهمك في كلش. سي دي بلاس، دي بلاس هاد سي دي بلاس كوميرسيال هادوك، سي دي لو موجودين ده في وسط السونتر. سي دي لو استنوا دي دي. أن لو هنا، أن لو هنا، أن لو هنا، أن لو هنا. ماشي أجزاء مشتركة، ونوري لك لو دي دي. تروح تعاود تولي لو أو دي دي. وتروح تشوفوا في المحافظة العقارية المختصة إقليميا تصيب لو أو دي دي يبيع مكتب صيانة يبيعوه. شحال فيه المساحة؟ 7.30 متر، 7 مترات فاصل 30 سنتيمتر، وكاتبين مكتب صيانة، ويروح عند الموثق ويتم البيع ويديروا في المحافظة العقارية ويشهروه. ماشي غراف، وراهي الرقابة. ان سونت كوميرسيال لازم يكون عنده دي بيرو تكنيك، لازم تكون دي بيرو تكنيك، دونك خاص غير يبيعوا الاسانسور. كنا نظن أن حال المراكز التجارية الفاشلة في بلادنا متعلق بمشاريع سيدار فقط وبنمط تسييرها المرتكز على البيع للتأجير، فكل المراكز التجارية التي وقفنا عليها كانت محلاتها مملوكة من قبل أصحابها، وهو ما يؤكد أن قاعدة تأجير تلك المحلات هي الأسلوب الأنجح. فهل هذا هو المعيار؟ عملية البيع وعملية الشراء لا تتم إلا بشهادات المطابقة. للأسف الشديد هذه الأمور غير محترمة بتاتا في الجزائر، في غياب مراجعة أيضا نص القانون 929 وهو قانون تعمير والبناء. كل هذه الأمور تميعت في غياب هذه السلطة النافذة، السلطة التي تفرض رأيها. احنا في الجزائر عندنا فراغ قانوني كبير، ما عندناش الإطار القانوني ليسير المراكز التجارية. لازم حنا لازم نفرقوا بين، لازم حتى المستثمر كي يجي لازم نفرقوا بين الاستثمار اللي يكون في اطار سكني والاستثمار اللي يكون في اطار تجاري. ننتقل الى شلف للاجابه على هذا السؤال. في قلب مدينتها يقع اكبر مركز تجاري منجز من قبل ديوان الترقيه والتسيير العقاري لوبيجي. كوعياو يا هضرون جاو داروا من الباسك تاع القدور لهنايا، ومازال كيشوف الخدمه ما خدموهاش كاع، مازال يسيل عليهم الماء. سمعتك تشوف لهنا الاخ لهنايا كيفاه جاو لهنايا، كيف هذا الانسان جاب اللحه. واحد جا كرا عليهم لهنايا اوتوريزاسيون لهنايا باللحه كاع، وكتشوف استغلها. هي نورمال مركز تجاري كيما هذا لا مارش طريق لهنايا نكزو الخشب وكاع، رانا نكزو مارشي سونتر كوميرسيال في وسط البلاد، في وسط البلاد. سمعت عينكم تسبب في لاجانغ مكاش عينك لهنا. الساحة هذه تاع الباساج اللي ناويين يمشوا الناس دايرينها باركينغ، سمعت الضوء مكاش.
النظافه ما كاش. حنا عندنا لي كارنيشارج هادو امينيه شرينا كي شرينا المحلات هادو على لوبيجي هذه شريناهم بشروط، كاين لا سيكوريتي، كاين لي فورم دو ميناج، كاين الضوء، كاين الماء، كاين الناس وين تقعد وين تجمع وين تدور وين تقضي وين تحوس. دوك ما كاش لا هنا والو، كاع ما كاش. واش كاين في الدفتر الشروط؟ في الدفتر الشروط هادو كاع ما كاش، كاع راهم نافرينهم وكاع ما كاش. يطوح تشكي تهضر يقول لك ماش مخلصين الكريه. ما الحق المحل هنا للمستاجر المحلات هادو ما يخلصوش الكريه؟ علاه ما يخلصوهمش؟ لقيباش ليه ماهمش يخدموا. دوك انت كي تشوف زنقه زوار غاد الله يبارك تسيب الغاشي الليل مع النهار فيها ما با 10 مترات من هنايا. سمعت 10 مترات سمعت تصيب الغاشي هنا ما كاش. هنا قال بينا باركينج، قال لك خاطين راه في البلديه، رحنا البلديه قال لك خاطين تجربه بوليسيه، رحنا البوليسيه قال لك خاطين. هو المسؤول الوحيد هو مدير وكيل التيه العقاري هنا او بي جي، سمعت لو بي جي مدير لو بي جي. دوك تروح تقول مثلا باه يستقبلك ولا يقول لك ماهوش هنا راه رينيون راه منا. سمعت ما كاش اللي يديها فيك كاع. عندي حانوت قلت لك في السوسور عنده اكثر من عام ونص راني غالقه. علاه؟ هما ماشي يخدم 15 يوم وانا ما يجيش انسان يجي ما عندي سلوى انا نقعد نضيع حياتي. ما كاش من هذا نجي نقعد لما زيد تشوف بلعت حانوتي رجعت خدام عند الناس. زيد لي زامبو يخلصهم كي تشوف لي زامبو يقول لك هو باه هذوك سواكا راه خدام وهو ما يخدمش ما يصورش 10 نفرك في النهار. يحاسبوا نفوسهم هذو المسؤولين تاع المرسي يحاسبوا نفوسهم. هذا الانسان كان يخلص من 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 حتى 2010 ولا 2012 هذا كان يخلص. ضربك عليه بطل ماشي يخلص. نروح نشوف كونفوكاسيون واروح انت ماكش تخلص. عندي مشاكل تاعي نطرحهم لك، اعطيني حقي نعطيك حقك. ما كاينش لا كليم. هادو الدالات هما نيه تاع الزداج اللي وريتهم لك راك تشوف الفوق شنو مقايسين فوقهم الوسخ هذاك حاشاك وكاع. سمعت تحشم باه نقول مثلا هادو نورمالمون كون جاو نقول مثلا نقاب فوق الصوالح وكاع كون هادو يدخلوا الهواء لهنا المركز التجاري. على مقربة من هذا الفضاء التجاري يقع هذا الزقاق يسميه أهل المدينة زقة زواوة، حركية تجارية كثيفة بهذا السوق الفوضوي. تبغي صح حنا نتبعوا لي بري غادي شويه زعما كيما نقولوا شويه يرخصوا شويه بصح حنا شويه يغلوا وغادي كلش كاين كلش كاين لي بيفات كاين الحاجه اللي تحوس عليها كاينه فما وهنا ما كاين والو. انا كاع مازال ما دخلتش لهذا كان كاع كي نشري غير منا باسكو بومبري هنايا ويعاونونا مساكين ينقصونا وشوفوا من الرحمه. لازم المحل لازم يكون عنده ديكور، يكون عنده ديكور شباب، تكون نظافه، تكون كلش. ما فيش نظافه، ما فيه حتى نظافه وما فيه حتى والو. كل محل مغلق هو خساره لخزينه الدوله، خساره دائمة ومستمرة وهادئة. لأنه النحل كيكون مغلق حاب يقول خزينة الدولة ما تديش، المرقي المالك ما حيش يستفيد، وثالثا أنه تعطينا نظرة سيئة عن الاقتصاد في الجزائر. بمقارنة بسيطة بين المركز التجاري لباب الزوار والمراكز التجارية الأخرى كمول المحمدية ومركز تجاري للقدس سيظهر ذلك الفرق الشاسع في نمط تسيير هذا المركز والمراكز التجارية الأخرى. من خلال جولة بسيطة سنأخذكم فيها معنا ستكتشفون الحركية التجارية الكبيرة الذي يشهدها هذا المركز أو المركز التجاري لباب الزوار. وبعيداً عن نمط التسيير المتبع تشترك كل الفضاءات التجارية الفاشلة في انعدام المساحات الخاصة بالمواد الغذائية وكل ما تعلق بالغذاء كأحد أقوى نقاط استقطاب الزبائن، وهو ما جعل مركز باب الزوار بالعاصمة من أنجح الفضاءات وإلى أبعد حد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وسهلا بكم. صافا والله الحمد لله نحمد ربي. في السونتر هذا كيفاش راك تشوف السونتر كوميسيال هذا انتم عندكم محل هنايا كيفاش كتخدموا؟ لاباس حنا نتعاملوا مع العائلات، نتعاملوا مع لي جان، الناس اللي تحب تسهر تحب تبدل شويه ماكله تاع الدار. ويجيكم بزاف عائلات؟
بزاف بزاف العائلات، نخدموا بزاف مع العائلات حنا. ناشط شويه الحال السونتر كوميرسيال هذا تاع بياسور بياسور الحال ناشطه، الناس تاكل حاجه مليحه، تجي تبدل الريتم تاع الدار راك تعرف. واش راكم تخدموا انتوما اكزاكت؟ نخدموا تراديسيونيل، نخدموا فري بلا دي ميلونج مع لي فيوند مع مع الحميص مع لي سلطات. سي دي روبو سما ايكيليبري، حاجه تاع سبورتيف تاع انسان يبدل. كيفاش يجيوكم العائلات بكثره مع هذا في السهره ولي ويكاند؟ لي ويكاند الناس تخرج شويه تبدل الريتم تاع الدار، تخرج من الدار تخرج والسهره كيعد فصا على حساب الجو، كيعد الجو مليح وكذا وكلش الناس تخرج تبدل. اون بروبوز لي ديسير، اون بروبوز لي بواسون، عندنا الكافي عندنا. المهم انا جيت استراح، انا الكليون عندنا يجي استراح. فوالا تفضل خويا. اعتماد كل شيء موجود ساهم في استقطاب الزبائن لهذه الفضاءات. وعليكم السلام. صباح لاباس الحمد لله. وانتم شايفينكم مرتاحين هنايا في الصندوق ما شاء الله. ايه وعجبكم الحال قاعدين؟ صافا صافا تخي بيان. وين جيتو؟ جينا من خميس مليانه. علاش جيتو لهنا؟ ولايه عين دبلة. باسكو لهنا انا لاقين راحتنا وما كاش ديرونجمون، يا با ترو ديرونجمون، الناس يتحوس، يا لو بونور، يا دي لوميير اكسيتيرا، دونك صافي بليزير. فيه صوالح حبيه تلقى هنايا، كاين لي ماكازا تلقى هنايا تشري اللبسه، كاين بزاف صوالح واش تحوس تلقى. جيت للسونتر كوميرسيال هذا باش نشري الحوايج، عجبني باش ندور فيه نحوس فيه. نجيو ندورو لهنا باسكو هذه كبيره وتلقى يعني الحاجه اللي تحوس عليها تلقاها. افيك دي بري يعني ريزونابل. كان جيت باش نحوس. الله يبارك عجبني. جيتي من ديا؟ جيت من ديا وعجبني الله يبارك. أرديس وهران عينة أخرى عن المساحات التجارية الناجحة في الجزائر. لو كليون كيجي لهنايا ما راهش حيقول لك اه داكور او خصني ان برودوي نشريها ليكستيريور، دونك حيلقى لو شوا كومبليتمون لهنا. سي الحاجه اللي راهي تخلي لي كليون تاعنا شو ديرج بلوس ارديس لهنايا بلوس كو لي زوتر هايبر مارشي سي جو بو دير. اي اون بلوس دو سا تقدر تقول بلي حنا اوني نون سولمون اون بروكسيميتي مي اون بلوس اون ديستيناسيون. استراتيجيته القائمه على الاعتماد على الكفاءات الشبابيه جعلته رائد التجاره غرب البلاد. زين العابدين فروخي 28 سنة يدير هذا المركز التجاري باقتدار، يؤكد أن تأجير المحلات ومراقبة المستأجرين دفع بأرديس إلى النجاح. نحن اعتمدنا في البداية على كفاءات جزائرية، وكما أننا قمنا بتأجير المحلات، دونك على تأجير محلات اللي في لاغاليري، وهذا يساعد في دو كري ديناميك، وراح يكون عندك ثاني امكانيه تاع مراقبه هاد المحلات المؤجره. ينزل في كل مره الى باحات المركز، يتفقد حال السلع والزبائن والعمال على حد سواء، ويؤكد ان مساحات المواد الغذائيه تلعب دورا بارزا في استقطاب الزبائن. Les produits alimentaires sont vraiment demandés parce que c'est des produits que les consommateurs utilisent tous les jours. Donc c'est pour ça le mouvement est beaucoup plus sur le secteur non alimentaire. Dans ton avis, qu'est-ce qui a fait Ardis, soit dans Algi, soit dans Wahran, qu'il soit nashit à cette degré? Je vous ai dit dans le passé que c'est une question de nidam. يكون الإرادة إرادة الإدارة تاعنا، الإدارة تاعنا عندها إرادة لخدمة لتحسين خدماتها. كل سنة وكل شهر وكل أسبوع عندنا ان بروغرام، عندنا دي بلون داكسيون اللي نديروهم. ليس بعيدا عن أرديس يوجد ريتاج، هو أول مركز تجاري بوهران.
العمل الفعلي بدا في 29 جونفي 2015، كنا اول سنتر كوميرسيال اللي يفتح الابواب هنا في ولايه وهران. خالد يتحدث هو ايضا عن اهميه المساحات الغذائيه بداخل مراكز التجاره. كي حلينا لو سنتر 2015 يافي با لا سيرفاس اغرو اليمونتير et c'est la demande du consommateur à la demande du consommateur qu'on a ouvert le côté agroalimentaire qui est là depuis plus d'une année et on voit que le chiffre a augmenté et l'affluence aussi. مول ستيف ورغم حداثة إنجازه إلا أنه يعد أحد صروح التجارة في الجزائر، معايير عالمية في الإنجاز وحركة تجارية دؤوبة على مدار اليوم والأسبوع. كلش مليح. تسمى كي تجي هنا تكون اليز اليز تجي اون فامي. بيان سور، مع الدراري والمراه بيان سور. كي تجي اون فامي سي نورمال. على الرغم من الانفجار الكبير في تشييد المراكز والفضاءات التجاريه في الجزائر، الا انها تبقى قليله، مما يولد حالات اكتظاظ وتشبع زائد في الفضاءات الموجودة، أمر يتطلب مخططا توجيهيا جديدا لخلق المردودية في المراكز التجارية الفاشلة. عودة مجددة إليكم أعزائنا المشاهدين لمناقشة هذا الموضوع. أسعد بلقاء فتحي صدراتي المدير العام للمركز التجاري توب شوب بالبوليدة. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. أهلا، كيف حالك؟ سي صدراتي، ما هو المعيار الأساسي لنجاح أي مركز تجاري كبير؟ قصدك تقول ربما ما هو سر النجاح وما هي مفاتيح النجاح؟ نعم، مفاتيح النجاح. نستطيع في هذه العجالة أن نقول بأن مفاتيح النجاح تتلخص في ثلاث محاور. نعم. المحور الأول. المحور الأول هو التسويق، الماركتينج. نعم. المحور الثاني اللي هو الأورغانيزاسيون. نعم. التنظيم. التنظيم. نعم. المحور الثالث اللي هو لو بيرسونيل، أي اليد العامل. نعم. بحيث أنه إذا نقصنا، نعم، أو أهملنا جانب أو نقطة من هذا الثلاث نقاط، نعم، رايح يكون اختلال في العملية التسويق. عملية التسويق أو العملية التجارية ككل. العملية التجارية ككل. نعم. بحيث انه اذا تكلمنا على النقطه الاولى كما قلنا الماركتينغ، نعم، الماركتينغ راح يخص النقاط اننا كيفاش نبدا باش نزين المحل تاعنا، نعم، اختيار الالوان، نعم، اختيار المنطقه بحد ذاتها، نعم، كذلك اختيار الاروقه، نعم، بحيث اننا لومبلاسمون دي ريون، لومبلاسمون دي ريون يلعب دور كبير، بحيث اننا نختار، علاش نختار؟ مثال المواد الغذائية، نعم، رايحة تكون في معظم الأحيان في آخر الأروقة، يعني مساحة البيع، نعم، حتى يتسنى للزبون أن يزور كل أرجاء المركز التجاري ورايح يكتشف المحل ويكتشف المنتوجات، وبحيث أنها تكون عندها راية فعالية. لكن ما رأيك سي فتحي صدراتي لو أقول لك مثلا أنه المركز التجاري مثلا للقدس
معروف الموجود في شراقة مثلا بالعاصمة جثة هامدة، يعني محلات مغلقة، أدراج مثل الأشباح، وأروقة مهجورة وفي الظلام. لماذا في اعتقادك مثلا مركز تجاري مثل القدس بالعاصمة بشراقة، في اعتقادك لماذا لم ينجح؟ أستطيع أن أقول ربما راجع للمكان القدس بالذات. هناك من يرجع هذا الأمر مثلا مثل المهندسون المعماريون يرجعون بعض الفشل على الموقع، لكن ما اكتشفناه في التحقيق مثلا أن مركز التجاري للقدس مثلا هو مركز قد باع يعني الذين بنوه أو شيدوه باعوا كل الدكاكين الموجودة فيه، في حين أنه ترتكز المراكز التجارية الأخرى على كراء الفضاءات والمساحات التجارية. هل هذا صحيح؟ هذا يقودنا إلى النقطة الثانية اللي هي قلنا التسيير، أي الأورغانيزاسيون التنظيم، بحيث إذا ما كانش عندنا تنظيم قوي وتنظيم عقلاني للمؤسسة رايحة تكون مؤسسة فاشلة. التنظيم يبدأ أولتها باختيار الناس المتعاملين الذين نتعامل معهم. اختيار سي جو بو بيرميتر سيبلي لا كليونتيل، il faut cibler la clientèle et suivre la clientèle, un suivi pour la clientèle. علاش؟ لخاطرش كل منطقة عندها مميزاتها وعندها الناس اللي يجيو يتسوقوا عندك، لازم تكون تعرف الاحتياجات تاعهم وتعرف المتطلبات تاعهم وتبقى في تواصل معهم وانشغالاتهم، وهما رايحين يقودوك للنجاح وهما رايحين يعاونوك في النجاح، لانهم المعلوماتية رايحة تكون عندهم، رايحين يهديوها لك عن طريق الانطباعات والانشغالات اللي رايحين يعطيوها لك. صحيح. من بين الاشياء التي توصلنا ايضا اليها في التحقيق انه هناك مراكز تجاريه تنعدم فيها الفضاءات او الاجنحه الخاصه بالمواد الغذائيه، واذا انعدمت هذه الاجنحه لا محاله ان المركز التجاري سيفشل. هل هذا صحيح؟ صحيح صحيح 100%. لماذا؟ نعطيك مثال. هنا في مؤسسة الجراند توب شوب بليدا أولتها بدينا المشروع على أساس أنه ما نديروش، بس عندنا المساحة شوية صغيرة بارابور الأرديس ولا، لكن قلنا بلي ما نديروش ما شاح نديرو المواد الغذائية، نستغني عن المواد الغذائية. لكن في الدراسة وأثناء تطبيق المشروع شفنا بلي لازم نديرو المواد الغذائية، لأنه مش معقول انه انسان في عطله الاسبوع يروح للتبضع يروح للتسوق ويقضي ويتسوق بعض المشتريات من دون ان يشتري المواد الغذائيه الاساسيه، رايح على الاقل رايح ترغمه صحيح انه راح يدير تبضع في جهه اخرى في منطقه واخرى. صحيح. دونك ينبغي توفير كل شيء في مركز تجاري واحد في وجهه واحده، لان المستهلك الان وقته قليل. صحيح. والمزاج تاعه الجزائري متقلب كثيرا ويتعكر. صحيح. دونك الفو توجور يعني مدروسه جيده. خليني اثير ايضا موضوع مهم جدا، وهو موضوع بيع او كراء الفضاءات داخل المراكز التجاريه الكبرى. هل مثلا في المركز التجاري توب شوب بالبوليده هل هو يطبق مبدا كراء الفضاءات او كراء المحلات داخل المركز التجاري الكبير، أم هو أصلاً المساحات والفضاءات مملوكة لأصحاب المركز؟ احنا عندنا في مركز التجاري تاعنا في الجراند توب شوب بالبوليدة نطبقوا سياسة 80-20%. 80-20% ملك المؤسسة، 20% مؤجرة. مؤجرة رائع، لأنها هناك بعض السلع اللي احنا ما نبضعوهاش ما نشريوهاش، مثلاً كما عندنا محل للهواتف والهواتف النقالة، هذاك محل مأجرينه الخاص. الخواص. نعم. عندنا محل واحد اخر للعطور. نعم. الخاصة. نعم. هذوما مخلينهم نعطيهم كأجرة لل يعني كراء شهري يعني، ورايحة تعاون المؤسسة في جلب نصيب من العوائد حتى. صحيح. تساعد. صحيح. على
على سد فراغات أخرى، فراغات يعني الأعباء، فراغات الأعباء. وماذا عن المحلات التي يعني يملكها صاحب المركز التجاري توب شوب؟ يعني هل هو النجاح موجود مرتكز أساسا على المحلات المملوكة أم على المحلات المؤجرة؟ لا، على المحلات المملوكة، التي نسيرها بأنفسنا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك سيد فتحي صدراتي، مدير عام مركز التجاري بالبوليدة. شكرا، شرف لنا، شرف لنا. شكرا، شكرا. أما الآن أعزائنا المشاهدين، نترككم مع أهم التعليقات التي كانت حول موضوع الأسبوع الماضي، كانت حول موضوع الحلاقات الغريبة في الجزائر، وأيضا حول رافعة البناء، نشاهدها الآن ثم نعود. أعزائنا المشاهدين، نلتقي الاثنين القادم في نفس التوقيت. سلام.